عمان جميلة بدرجة كبيرة، فيها الشواطئ والبحار والجبال والأماكن الخضراء، أماكن نظيفة ومميزة. ولكن اللي نشوفه من الناس ما يكتشفوا هذه الأماكن تتحول إلى أماكن غير جميلة وغير نظيفة، وبدأ هذا الشيء حتى يوصل إلى الأماكن اللي نعيش فيها. نحن اليوم في عمان تل عملنا على تطبيق نظف لي بمساعدة فريق كبير من المطورين العالميين، وهو راح يكون الحل المثالي. تطبيق نظف لي هو تطبيق جديد ويخدم الأشخاص اللي ما يخلصهم يبحثوا عن أماكن يرموا فيه أوساخهم. أول ما تخلص من طلعتك كل اللي عليك أنك تفتح البرنامج وتطلب الخدمة بكبسة زر واحدة، وراح يوصل لنا الطلب لمركز الاتصالات، وعلى طول راح يحول الطلب لأقرب فريق نظف لي الموجود في الميدان، وتستغرق وصول الخدمة من 3 إلى 5 دقائق، وفي المناطق البعيدة عن المدن قد تصل إلى 7 دقائق، والخدمة متوفرة على مدار 24 ساعة في جميع مناطق السلطنة. وهم ما كنت ومهما كان نوع المخلفات، فقد كن واثق إن نظف لي هو الحل المناسب لك. نزل التطبيق اليوم وابدأ اطلب الخدمة من أجل عمان نظيفة جميلة. كات صدقين عمركم مثلا؟ الحل الأبسط من كل تقنيات العالم إن كل شخص يجمع مخلفاته ويرميها في المكان المخصص له عشان تكون بيئتنا نظيفة. بعد شيء تطبيق يأكلكم، شيء غير حال مشاية، واحد يغسل السيارة.